أما الأمر الثالث محمد شريف، ويمكن في حاجات نزلناها على موقع تحيا مصر، وفي حاجات بنقولها دلوقتي شلناها لللايف على صفحة تحيا مصر وقناة الإعلامي عبد الناصر زيدان أو قناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب لليل. محمد شريف جاهز بشكل كبير جدا، وكان أكثر اللاعبين جدية. يمكن الصور اللي أنا التقطتها والصور اللي جاءتني من المركز الإعلامي من التدريبات كان فيها محمد شريف في شكل جاد جدا وشكل عالي جدا من التركيز. ويمكن علي نصير صديقي العزيز كنا بنتكلم مع بعضينا وعن أقدم لكم خدمة، يمكن أنا باخد كل لاعب وحده وعن أقطع كل لاعب وحده بتصريحاته على حدة علشان خاطر تستمتعوا أكتر وتتابعوا أكتر. فمحمد شريف يعني متفائل وبيقول لجمهور النادي الأهلي أنه بإذن الله تعالى سيسعى إلى التهديف في تونس، لأنه الهدف سيكون ذهبي وله وزن ثقيل، وأنه بإذن الله الأهلي سيحقق نتيجة إيجابية. محمد شريف اتكلمت عنه هنا الصحف التونسية كثيرا، وزي ما بيقولوا عليه الأهلوية محمد شريف لعيب مخيف، ولكن هم كمان بيعملوا له 100,000 حساب. ويمكن كنت بتكلم مع صديقي خليفة سلطان رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المستضيفة لنا هنا في مرادي قمرة في تونس، قال لي محمد شريف هو رمانة ميزان قوية جدا في هجوم النادي الأهلي، ومحمد شريف وجوده في الملعب شيء كله تفاؤل. خليفة سلطان أهلاوي يعني ليبي أهلاوي حتى النخاع يعني، ومتعصب جدا للنادي الأهلي. فبتكلم معاه بقول له محمد شريف وبوريه الصور، فقال لي محمد شريف يعني رمانة ميزان قوية ومرعب، خصوصا ان في بطء كبير في دفاعات الترجي، والأهلوية يعلقون أمال كبيرة جدا على محمد شريف وصلاح محسن، ولكن الأمل معقود بشكل كبير جدا على محمد شريف.